نذهب إلى أنقرة ومراسل القاهرة الإخبارية عمر أحمد. عمر، يعني الدولة التركية والحكومة التركية وأردوغان في كل يوم في تصريحات عن إعادة البناء، عن محاولات الإنقاذ، ما هو الوضع الآن؟ ونبدأ بالأرقام، آخر الأرقام. نعم لميس، في الحقيقة آخر الأرقام المعلنة من قبل وزير الصحة التركي كانت 22,327 ضحية و80,278 جريح حتى الآن. أعمال البحث والإنقاذ لا تزال مستمرة في بعض الأماكن حقيقة. بعض الأماكن الأخرى بدأت فيها أعمال إزالة الأنقاض حقيقة بسبب فقدان الأمل نوعا ما بالعثور على ناجين من هذا الزلزال. لذلك في الأوقات القادمة، يعني في الساعات القادمة والأيام القادمة، ربما نشهد عدم تصاعد أعداد المصابين ونشهد تصاعد في أعداد الضحايا في هذا الزلزال. طبعا السلطات التركية تحاول وتصدر القرار تلو القرار لمحاولة مجابهة آثار هذا الزلزال وتخفيف آثاره على المصابين وعلى المنكوبين منه. الكثير من الأمور طرحت، تعويض أهالي الضحايا والعوائل المنكوبة، و طبعا تأجيل على سبيل المثال إلغاء الموسم الدراسي حتى الصيف بالنسبة للجامعات، وتخصيص المباني التي تستخدم المساكن الطلابية لإيواء العوائل التي تشردت من هذا الزلزال، بالإضافة إلى استخدام الفنادق على سبيل المثال، الخيام، زيادة عدد الخيام. هناك يعني وعود بجلب المقطورات التي يمكن العيش فيها أيضا ووضعها في الأماكن المنكوبة ليستقر بها المشردون حاليا. هناك الكثير من الأطروحات، ولكن هناك نقص أيضا في الخيام الموجودة في المنطقة حقيقة. هناك نقص في عملية التنسيق، نقص في عملية التنظيم لعملية توزيع المساعدات، لعملية يعني نقل هذه المساعدات وإيصالها إلى من يحتاجونها فعلا. يعني هناك مساعدات موجودة بكثرة وبشكل فائض في بعض الأماكن، وبعض الأماكن الأخرى لا تصلها هذه المساعدات أو تصلها بشكل قليل. لذلك يتم الحديث حاليا هنا في تركيا حول يعني نقص في عملية التنظيم والتنسيق، أو شبه انعدام في عملية التنظيم. هذا فشل حقيقة. أصاب إدارة الكوارث التركية في هذا الزلزال العظيم الذي ضرب 10 مدن تركية. معظم المدن تهدمت، يعني لم يبقى بناء سالم يمكن القول. حتى الأبنية التي لا تزال واقفة ربما تحتاج إلى هدم لأنها غير صالحة للاستخدام. طيب عمر، ايضا يعني في هذه الكوارث كمان بتنتشر الجرائم، يعني في عمليات، في حالات بقى نهب وسرقة، والحكومة التركية اصدرت مجموعة من القرارات لمواجهة هذه العمليات. يمكن الناس ما تتخيلش ان ازاي في وسط الكارثة دي في عمليات نهب وسرقة، ولكن هذه الطبيعة البشرية للأسف. هذا صحيح. للأسف الشديد انتشرت هذه الأنباء منذ اليوم الأول للزلزال حقيقة. عمليات نهب وسرقة للبيوت والمحال التجارية. بعض الأشخاص ضعيفين النفوس يدخلون حتى إلى البيوت المهددة بالانهيار حتى لعملية سرقة. في البداية وزير الداخلية التركي نفى هذه الأمور وقال بأنه لا يوجد شيء من هذا القبيل، ولكن اضطر فيما بعد إلى تأكيد الموضوع بتأكيده على اعتقال قرابة 230 شخص، يعني توقيفهم، واعتقال 48 شخص أيضا في هذا الإطار. هناك حقيقة يعني من ناحية عمليات سرقة ونهب، إن كان للبيوت والمحلات التجارية أو يعني الأعظم والأسوأ من هذا حقيقة، هناك عمليات سرقة
للحلي والذهب من أيدي الأشخاص الذين يكونون يا ضحايا ساتر يا حقيقة. ساتر يا ساتر هذه الأنباء موجودة حاليا، يا ساتر. والسلطات التركية تلاحق المسؤولين عن هذا الأمر، حتى أن نعم سليمان صويل وزير الداخلية أعلن اعتقال أحدهم في يا مدينة ساتر أضيمان بهذا الإطار. ولكن الأهم من هذا كله أن هناك عملية تحريض ممنهجة ضد السوريين الموجودين في المناطق المنكوبة حقيقة، واتهامهم بأنهم يقفون خلف عمليات السلب والنهب، خصوصا على وسائل التواصل الاجتماعي أو من قبل جهات سياسية كحزب النصر المعروف بمعاداته للاجئين على اختلاف جنسياتهم ومطالباته بترحيلهم جميعا من طب تركيا. عمر، أيضا في مراجعة لقواعد البناء والحكومة التركية، يعني هذه منطقة زلازل ومعروفة أنها منطقة زلازل، وبالتالي فكرة البناء، يعني في عمارة بتقع وعمارة ما بتقعش، بناء يبقى وبناء ينهار، فكرة أن الحكومة بتراجع كل قواعد البناء لتكون قادرة على تحمل الزلازل، كيف يحدث ذلك؟ نعم، يعني حاليا في الوقت الحالي حقيقة يتم البحث عن كبش فداء بالمختصر حقيقة. يعني هناك بكل تأكيد تقصير على مستوى الالتزام بالمعايير الهندسية للأبنية، لأننا شهدنا في هذا الزلزال أبنية عمرها سنة أو سنتين انهارت كالورق تماما، وإلى جانبها أبنية أخرى بأعمار أكبر 20 سنة و30 سنة لا تزال واقفة، على الأقل سمحت لسكانها بالخروج منها. لذلك هناك عملية يعني تدقيق ومحاسبة بدأت، والدعاوى القضائية والتحقيقات في هذا الموضوع بدأ بالفعل. هذا ما أعلن عنه وزير العدل التركي، ويتم التأكيد حاليا بأن كل المسؤولين كل المقاولين في الواقع اعتقل مقاولين اثنين، وهناك آخرين يعني تم وضعهم تحت المشاهدة واحتجازهم حاليا. في هذا الإطار المعارضة التركية أيضا تطالب أيضا بمحاسبة المسؤولين في الحكومة أو البلديات الذين منحوا الرخص لهؤلاء المقاولين، فالمقاولين وحدهم ليسوا المسؤولين، طبعا هناك من تعاون معهم ومنحهم الرخص لتنفيذ مشاريع لا يجب تنفيذها أصلا في أماكن لا يجب تنفيذها أصلا، كمجاري الأنهار الجافة على سبيل المثال. التربة هناك ليست صالحة للعمار، ولكن تم إنشاء بعض المباني هناك عند أول هز سقطت جميعها. شكرا زميلنا عمر أحمد مراسل القاهرة الإخبارية من أنقرة.